التغلب على الخراب والدمار يحتاج إلى الإرادة أولاً، وهذا متوفر أصالة في نفوس المصليين الذين أصروا على إحياء المعارض وسط الركام. شارع النجفي المدمر في مدينة الموصل يعج بالقراء والمثقفين والأدباء في سوق أدبية تم إحياؤها بمبادرة فردية أهلية. شارع النجفي هو شارع مهم من شوارع الموصل، وهو مرتكز ثقافي مهم بالنسبة لهذه المدينة. هو نبض هذه المدينة اللي ينبض بالثقافة وبكل أنواع الفن والعلوم، كل شيء له علاقة بالكتب. الشارع تدمر بالفعل الأحداث الأخيرة. احنا جايين مشاركين من أربيل بمعرض إحياء شارع النجفي. شارع النجفي اللي عرفه هو من الشوارع العريقة بمدينة الموصل القديمة، وصار كم سنة يعاني من الإهمال. المبادرة الشبابية جاءت لتؤكد على الجوهر الثقافي لمدينة الموصل، وأن القراءة والمطالعة جزء أساس من هوية المجتمع في الموصل. أعتقد أن هذه المبادرة الثالثة في شارع النجفي من أجل إعادة إعماره، والمطالبة بإعادة إعماره وإعادة الحياة إليه من خلال المكتبات ومن خلال رواد الثقافة والمثقفين وغيرهم من أبناء مدينة الموصل. لشارع النجفي أهمية كبيرة في حياة المثقفين والأدباء الموصليين، حيث ظل على امتداد نحو قرن شريان الحياة الثقافية للمدينة. شارع النجفي بالموصل ارتبط بالذاكرة المجتمعية الموصلية كونه مركز الثقافة، مركز الاطلاع. هنا ومنذ العشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي افتتحت المكتبات، وكانت تجهز أو تأتي بكافة أنواع المطبوعات من كتب، مجلات، جرائد وغيرها من شتى المصادر العربية والأجنبية. وظهرت مكتبات عملاقة رفدت الإنسان الموصلي بما يقرأه. تأتي هذه الفعاليات بنتائج إيجابية على الرغم من عدم وجود داعم لها واستمرار الإهمال الحكومي لكل مبادرة بث الحياة في مدينة الموصل من جديد.